السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اكسبوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والليلة عندنا قضيتين من القضايا اللي حصلن في سوريا، من القصص اللي إن شاء الله فيها عبرة وفائدة. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، بارك الله فيكم. القصة الأولى لرجل ينقال له علي، وعلي هذا الرجال يعيش في مزرعة في إحدى القرى في الريف السوري. وهذا علي ما عنده لا ولد ولا تلد. الرجال هذا من الأساس هو وحيد لأمه وأبوه. وأبو علي كان رجال يعني الله مغنيه ومعطيه، وعنده مزرعة كبيرة 20-25 دلم يزرع فيها الفواكه والأشجار والخضروات، وفيها بير مي، والمزرعة يعني جنة من جنات الله على الأرض، مي وفيرة، وأي شيء يزرع فيها المزرعة هذه يطلع. وبعد ما يعني كبر أبو علي وتوفي، ظل ابنه علي، وطبعا أم علي أيضا توفيت، ظل هذا علي الرجال وحيد فيها المزرعة. وعلي يعني كان متزوج قبل وفاة أبوه بسنتين ثلاث زمان، ولكن خلال هالسنتين ثلاث زمان وهو أبوه عايش، ما الله سبحانه وتعالى أرزقه بأطفال أو بنات. بعد ما توفي أبو علي، ظل هذا علي صار يعني يحاول يعالج نفسه ويعالج زوجته علشان الله سبحانه وتعالى يرزقهم أولاد وبنات. وبعد معالجة طويلة وعلاجات وأعشاب وشيوخ ورقى شرعية، الله سبحانه وتعالى أرزقهم ولد، وهذا الولد سموه محمد. محمد هذا لما جه يعني شايفينه وما هم مصدقين، بعد عطش وبعد علاجات وروحة وجي، وحتى أثناء فترة حمل الزوجة هذه كان حملها ضعيف وبحاجة إلى أبر تثبيت الحمل وفيتامينات وقصص إلها أول ما لها آخر. يعني الجماعة عانوا معاناة شديدة لحتى الله سبحانه وتعالى أرزقهم هالطفل. فيه جيران العلي أبو محمد في مزرعة مجاورة لهم ما يفصل بيناتهم إلا الحيط. وهذا الجار كان في بداية الأربعينيات ينقال له أبو غسان. وأبو غسان هذا عنده ولدين، غسان وعمران. غسان من جيل محمد ابن أبو محمد. ولما الأطفال يعني بدأوا يوعون ويكبرون شوي، وهم ساكنين يعني في مزارع على طرف إحدى القرى، والمزارع هذه بعيدة نوعا ما عن بعضها، إلا أن أبو غسان وعلي هذول جيران الحيط على الحيط، وما في كثافة أطفال مثل ما تقولون قرية أو مدينة أو شارع تلاقي عدد أطفال كبير يلعبون مع بعضهم أو كذا، لا ما في إلا هالمزرعتين هذول. فمن الطبيعي أنه الأولاد هذول يعني أولاد أبو غسان وأولاد علي ابن علي هذا محمد يعني راح يلعبون سوا ويطلعون يلعبون قدام هالمزرعة، ومحمد يروح لعند مزرعة أبو غسان يلعب مع أبنائه، وكذلك الأمر أبناء أبو غسان يجون على مزرعة الولد هذا محمد يلعبون معاه. وبدأوا يوعون ويكبرون شوي شوي، وما في أي مشاكل بين هالجيران الاثنين، جماعة مثل السمنة على العسل. لا غاب أبو غسان يعني يأمن على أبنائه وزوجته بوجود جاره علي، وكذلك الأمر علي لا غاب أيضا، يعرف أنه في جار له أبو غسان، دير بالك يا أبو غسان، والجماعة ما هم قصرين مع بعضهم أبدا. المهم تروح الأيام وتيجي الأيام. محمد هذا صار عمره تقريب 10-12 سنة، ويصيبه هذاك المرض الخبيث، أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض، صابوا في نقي العظام. وبدأ هذا علي المعاناة في العلاجات، ويأخذوا على الأطباء وعلى المستشفيات وعلى المراكز الخاصة بهالمرض هذا، وبدأ في مرحلة الكيماوي، إلا أن المرض هذا فتاك، واللي يصاب فيه في غالبية الناس ما يعيش إلا إذا الله سبحانه وتعالى كاتب له عمر. وفي يوم من الأيام بعد ما عانى ومعاناة كذا سنة مع الولد هذا في هالمرض،
الله سبحانه وتعالى أخذ أمانة محمد وتوفي محمد، وخلال هالسنين اللي مرت ما أنجبت زوجة علي لا طفل ولا بنت، خلاص يعني الله سبحانه وتعالى أرزقهم هالولد وخذا منهم. هذا المسكين علي يعني حزين على ابنه الوحيد، وهو وحيد لأهله وجيرانه أيضا، والأبناء هذول أبناء جاره أبو غسان أيضا يعني حزينين على صديقهم وجارهم، دائما يلعبون مع بعض، كانوا متأثرين جدا بمرض محمد ووفاة محمد ويعني فترة التعزية وكذا. هذا علي كان منهار إلى درجة كبيرة، يجي جاره أبو غسان يا أبو محمد، يعني الله أعطى والله أخذ، وهذا قضاء الله وقدره وما نقدر نعترض على إرادة الله سبحانه وتعالى، ووكل الله يا رجال. ومن هالحديث يعني يحاول يعني ينسي جاره ويسليه ويواسيه في وفاة ابنه، وظل هذا الرجال علي حزين فترة سن زمان على ابنه، إلا أن بعدين قال لك يعني اقتنع الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأولاد هذول بدأوا يكبرون، غسان وعمران، وهذا علي كان يشوف فيهم يعني ابنه محمد، لأنه كان دائما يلعبون مع بعضهم. فكان هذا الرجال علي لما يشوف الأطفال هذول الاثنين غسان وعمران يفتح قلبه وترجع له الحياة، ويبتسم وينبسط ويعني يجيبهم لعنده ويضمهم عليه ويشمشمهم، وحتى إلى درجة أنه يجيب لهم الألعاب ويجيب لهم الثياب ويعاملهم كأنهم ابنه محمد. ورغم أنه يعني أحوال جاره هذا أبو غسان أحواله المادية يعني ما هي بعيدة عنه، أحواله المادية كويسة وما هو بحاجة أنه يعني هذا علي يجيب لهم ألعاب أو لباس، ولكن الرجال أبو غسان كان مقدر ظرف الرجال ويقول لك الرجال فاقد ابنه وابنه كان يلعب مع أبنائي، فما كان يعترض أبدا على هذا الأمر أبدا، أنه يجيب لهم ألعاب ويجيب لهم هدايا ويجيب لهم لباس وهم لابسين يعني أحسن الثياب. فالرجال كان مقدر وضع جاره ويقول معليش خليه يجيب، ويعني خلي يعني الرجال متونس في هالأطفال، إلى درجة أنه بعض المرات يعني هذا علي يطلب من أبو غسان يقول له يعني خلي غسان ينام عندي في البيت. فكان هذا الرجال أبو غسان يعارض على أنه ابنه أو يعني أحد أبنائه ينام عند علي في منزله، هو مأمن عليه وكل شيء بس يقول لك بكرة يتعلق فيه وتحصل مشاكل وكذا، وابنه يعني بالنهاية يظل. إلا أن يعني كان يقول له في بعض الأيام بعض الأوقات لما يقعدون يقول له يا علي الله أعطى والله أخذ والله يرحم ابنك والله إن شاء الله يرزقك الذرية صالح إن شاء الله وطول بالك، ويا علي أنت ليش ما تتزوج يعني تزوج يا سيدي، يعني هذا ابنك علي بعد يعني لما توفي كان عمره 12 سنة ويعني ما صار حمل مع زوجتك وكذا، فتزوج أنت يا أخي جرب نصيبك في هالحياة. كان أبو محمد هذا علي يعارض على فكرة الزواج ويحب زوجته إلى درجة كبيرة، يقول له أنا ماني متزوج وبما أنها أنجبت هذا الطفل معناته يعني ما عندهم مشكلة في الحمل. وطبعا خلال السنين اللي مرت لما كان عندهم محمد كانوا يروحون ويتعالجون وكذا، إلا أن ما صاروا الله أرزقهم إلا هذا الولد محمد الله يرحمه. المهم بدأوا هذولا غسان وعمران يكبرون شوي شوي، وهم طبعا كانوا في المدرسة، كان أبوهم يأخذهم يجيبهم على المدرسة البعيدة نوعا ما عن هالمزرعة، وكان علي كل ما ينجح غسان وعمران في صف ينجحون على الصف الثاني كان يجيب لهم الهدايا ويجيب لهم يسوي لهم حفلة صغيرة يعني عنده في المنزل، ومتعلق فيهم الرجال إلى درجة كبيرة. وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر السنين، وهذا علي الرجال يعني تعلقه بهالأبناء بدأ يخف شوي شوي، لأنه الأبناء صاروا يلتهون في عمل المزرعة، مزرعة والدهم، والدهم كان عنده مزرعة يعني تقريبا قد مزرعة هذا علي، وكانوا أيضا لما يطلب المساعدة جارهم علي يساعدونه أو يأمنوا له عمال، وكانوا جيران يعني مثال يحتذى فيه.
والأبناء هذول صاروا يكبرون واختاروا أنهم ما يكفون الدراسة لأنهم ما كانوا شاطرين زيادة في المدرسة، واختاروا أنهم يساعدون والدهم في الأرض الزراعية لأن الأرض كانت بحاجة إلى حراثة وزراعة وقطاف موسم وكذا، والله مغنيهم وفاتح عليهم أوسع أبوابه. إلى أن هذا غسان هذاك اليوم طلب على الخدمة العسكرية الإلزامية مثل ما هو معروف في سوريا، بس يبلغ الشاب 18-19 سنة يروح على الخدمة الإلزامية سنتين ونص، ويقوم يروح على الخدمة الإلزامية، وراح خلص الخدمة الإلزامية، وبعد منها كمان يروح عمران أيضا على الخدمة الإلزامية، وخلصوا الشباب الاثنين ويمارسون حياتهم الطبيعية. إلى أن وصل غسان إلى سن 25 سنة وقرر أنه بده يتزوج، وكان حاط عينه على بنت من أبناء القرية المجاورة لمزرعتهم، وكان علي على رأس الجاهة اللي راحت خطبت الغسان، وكان مبسوط جدا الخطبة غسان، وأنه بعد فترة راح يتزوج. ويعني الملاحظ أنه فرحة هذا الرجال علي بخطبة غسان وزواجه أكثر من فرحة أبو غسان وأمه وكذلك زوجة علي. خطبوا هذاك اليوم الغسان وسووا له هالعرس، وعلي نقط غسان نقوط 25,000 ليرة سوري وقال له: يا ابني هذه حلال زلال عليك، اشتري فيها اللي ودك إياه. وبعد مرور حوالي سنة زمان تنجب زوجة غسان أيضا طفل، ويبدأ علي يعني يتعلق فيها هذا الطفل الصغير، ويجيب له الهدايا ويجيب له الثياب مثل ما كان يجيب لأبوه غسان. وبعد حوالي سنة زمان خطبوا العمران وزوجوا عمران، وكذلك كانت معاملة علي العمران مثل ما عامل أخوه غسان. وفي هذاك اليوم تمرض زوجة علي ويصيبها جلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي، المرأة لا عاد تقدر تقوم ولا عاد تقدر تجلس حالها، فبحاجة إلى امرأة ترعاها وتقوم على خدمتها. فجاب الرجال هذا علي امرأة من هالقرية المجاورة لهم في بداية الأربعينيات من عمرها، المرأة هذه قاعدة مثل ما يقولون بعمرها، ما حالفها الحظ وتزوجت، وكانت امرأة بسيطة وفقيرة وبنت عالم وناس وأمينة. فهذا علي جاب المرأة علشان تخدم زوجته وتقوم على رعايتها، لأنه أيضا صار رجل كبير في بداية الستينيات من عمره، فيا الله شايل حاله. والمرأة هذه أيضا ودها واحدة تدخلها حمام، واحدة تحممها، واحدة كذا. المهم المرأة هذه الخادمة صارت تقوم على رعاية زوجة علي على أكمل وجه، وكان علي يعاملها مثل كأنها بنت له. وكانوا غسان وعمران دائما يجون يزورون زوجة علي ويطمنون عليها كل يوم والثاني، أو يرسلون زوجاتهم أو أم غسان تجي تزور زوجة علي ويطمنون عليها. إلا أن أم علي ما طولت، بعد حوالي 6-7 شهور من معاناتها مع المرض انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وظل هذا المسكين علي وحيد في هالمزرعة، لا ولد ولا بنت ولا زوجة، ما في إلا هالجيران وأبناء الجيران هذول غسان وعمران يترددون عليه بين الحين والآخر. إلا أن الرجال يعني في الفترة الأخيرة صار 61-62 سنة، ما عاد هو قادر على أنه يدير شؤون المزرعة هذه، ولكن الخادمة اللي كانت قائمة على رعاية زوجته ظلت عنده بعد ما توفيت زوجته، قالها ظلي عندي، يعني أنا بحاجة أيضا إلى حدا يطبخ لي، حدا يغسل ثيابي، ينظف هالمزرعة وهالبيت. وفعلا ظلت هاي المرأة تقوم على خدمة علي على أكمل وجه. وهالخادمة هذه اسمها فيروز. فيروز كانت بالإضافة إلى عملها في منزل علي وتسوي له الطعام وتغسل الثياب وتنظف البيت، كانت تسوي جولة على المزرعة بشكل يومي، ولما تشوف حالها فاضية دائما تطلع تفتل بين هالأشجار وبين هالخضروات، ودائما يعني مثل ما تقولوا مثل الحارس. المهم هذا الرجال علي بعد وفاة زوجته وظل وحيد في هالمزرعة، الرجال كره المزرعة وعرضها للبيع،
إلا أن مزرعته حجمها كبير وسعرها غالي، وفي منطقة يعني الأراضي فيها غالية، وكان معمر فيها بيت كبير شبه فيلا يعني، وزارع فيها من كافة أنواع الفواكه والأشجار والمزروعات. فكانت المزرعة يعني ما يقدر يشتريها حي الله واحد، يعني حقها بالثمانية 9 مليون ليرة سوري، وفي هذاك الوقت 9 مليون ليرة سوري يعني مبلغ ضخم جدا، ثروة مو أي واحد يعني يقدر يشتري. ويسمع بخبر بيع المزرعة غسان وعمران. غسان لما سمع أنه علي وده بيع المزرعة، الرجال عقله انقلب 180 درجة. الرجال كان يعني حمل وديع، يحب علي ويغليه، إلا أنه لما شاف هذا علي رجال لحاله وما في إلا هالخادمة هذه، صارت أفكار تاخذه وتجيبه، وقال لك يعني ليش مو إحنا نستولي على هالمزرعة هذه، إحنا أحق فيها أنا وأخوي عمران. وبدأ الرجال يعني الشيطان دخل راسه، وبدأ يفكر ويخطط شلون بده يستولي على هالمزرعة، ونسى الأيام الخوالي والدلال والمعاملة اللي كان يعاملها علي الغسان وأخوه، يعني معاملته كانت معهم أحسن من أبوهم أبو غسان. المهم هذا غسان قال لك ما إلنا إلا نبصم هالختيار هذا على يعني عقد بيع وشراء وعلى مستندات على ورق أبيض، ولكن شلون الطريقة؟ قال لك ما إلنا إلا نجي عليهم وهم نايمين، هو وهذه يعني امرأة كبيرة يعني في 41 42 سنة، وهو صار 62 63 سنة، وهذا غسان صار في نهاية العشرينيات من عمره. قال لك يعني نحاول نفوت على الفيلا هذه وهم نايمين، أو نحط لهم منوم أو أي طريقة ما، إلا أن الحركة اللي كانت تسويها الخادمة فيروز كانت تمنع هذا الأمر. كل ما يحاولون يعني هم بيناتهم جدار فقط لا غير، السور يحط سلم على السور ويطلع يوقف على السور يحاول ينتهز الفرصة أن يشوف ما في حركة فيها البيت ما في حدا، إلا أنه كان دائما يصطدم فيروز يا أما واقفة على باب الفيلا يا أما قاعدة تتمشى بين هالأشجار وحول هالبيت. فيعني كل ما يحاول الرجال يشوف فيروز يبطل. وفي يوم من الأيام قرر أنه يلعب لعبة على جاره علي واللي كان بمقام أبوه، وتداول هالأمر هو وأخوه عمران. قال احنا ما قلنا الا انه يعني نشيع في القرية او في المزارع المحيطة انه فيه رجال صديق الغسان وده يشتري هالمزرعة هذه ويسجلها باسم غسان، لانه الرجال مغترب وما هو فاضي انه المزرعة وما مزرعة وكذا. وفعلا قاموا وانشروا هالخبر هذا في القرية المجاورة وفي المزارع المحيطة، انه غسان عنده صديق مغترب والرجال عنده مال، وغسان بلغوا في المزرعة هذه انها بدها تنباع، فقال انه الرجال هذا بده يشتري المزرعة ويسجلها باسم غسان. وفعلا انتشر الخبر فيها القرية، وهاي الخطوة الاولى اللي خطاها غسان. الخطوة الثانية جاء هذاك اليوم على علي جاره وقال له يا عم الرجال هذا اللي وعدتك فيه انه يشتري المزرعة، طبعا كان في تنسيق بين غسان وبين علي انه في رجال صديق له ودي يشتري المزرعة، جاء عليه ذاك اليوم وقال له الرجال هذا جه على دمشق والرجال ودي يجي يعني في اليوم الثاني على هالمدينة علشان تلتقي انت وياه وتتفقون على السعر وتتم البيعة. قال له على بركة الله، علي يقول الغسان ويا غافل لك الله. وفي هذاك اليوم غسان يروح على محافظة دمشق ويروح يستأجر سيارة سياحية نمرتها دمشق، ويجي يرجع على مدينته ويجي لعند علي، زمر بهالسيارة بيب بيب بيب، طلعت فيروز ولا السيارة نمرت دمشق، أول مرة تشوف هالسيارة ولا نازل منها غسان، السلام عليكم. وعليكم السلام، وين العم علي؟ قال موجود جوا. فدخل عليه وقال له يا عم الرجال اللي ودي يشتري المزرعة صار حاضر موجود في المدينة، وأنا أرسلني في سيارته علشان أروح أنا وياك
وتوقع العقد وتتفق انت وياه على البيع والشراء. علي قال على طول. لما جاء علي وشاف السيارة، السيارة نمرتها دمشق وفعلا يعني سياحية، والرجال قالوا انه مغترب وكذا، فما راح يشتري سيارة يعني علشان يقعد له كم يوم، فمن الطبيعي راح يستأجر سيارة. ويركب علي هذا مع غسان في السيارة وينطلقون على أساس أنهم رايحين على المدينة للقاء الشرة. وبعد ما مشوا فيها السيارة حوالي 10-15 كيلو متر، حس أبو علي أنه الطريق اللي ماشينه ما يودي على المدينة اللي هم رايحين عليها. فقالوا يا غسان أنت وين رايح؟ هذا الطريق ما يودي على المدينة. قالوا نعم مزبوط، وأنت تعرف الطريق، بس والله في صديق لي في القرية هذه ودي أمر عليه، في شغلة عنده أخذها وظلنا رايحين. قال على بركة الله. وقبل لا يوصلون على هالقرية اللي رايح عليها غسان، كان فيه منطقة فيها أشجار كثيفة ومنطقة شبه يعني الطريق هذا من النادر ما تمر عليه سيارة. ويقوم يوقف السيارة على جنب الطريق. ليش وقفت يا غسان؟ غسان ما يرد. ويقوم يطلع أوراق من درج السيارة، أوراق عقد بيع ومستندات، أوراق فارغة بيضة. ويلتفت على علي وقال له الآن ودك تبصم على عقد التنازل، هذا عقد تنازل عن المزرعة، وهذه سندات بيضة فارغة ودك تبصم عليها. ليش ودي أبصم؟ قال له ودك تبصم الآن أحسن ما أذبحك. يا غسان غير بدل يا رجال، شنو صار لك؟ وكأن مقام أبوه. قال له ما تفكك السوالف هذه كلها، الآن ودك تبصم على هذا العقد. الرجال قال له ما أبصم، شلون بدي أبصم أنا عقد على أساس رايحين أنا وياك نبيع المزرعة والآن تبصمني على عقود؟ ما أبصم. على تبصم ما تبصم، الرجال ما رضي يبصم، وحصلت يعني مشاجرة بين علي وبين غسان فيها السيارة. ويقوم غسان محضر أموره ومزبط الوضع، ويقوم يضرب علي كم بوكس هيك على وجهه وعلى راسه وأغمي الرجال. بعد شوي يعني رجع صار يتحرك، ويقوم يطلع سلك ويلفه على رقبة علي ويبدأ يخنق فيه إلى أن علي فارق الحياة. بعد ما فارق الحياة يقوم يتصل على أخوه عمران، وكان في بيناتهم كلمة سر، قال له أنه تم، هاي كلمة السر بيناتهم، ألو عمران تم. ويقوم يرجع في السيارة مباشرة على المزرعة، على مزرعتهم، ودخل السيارة وكان في طريق يعني خلفي يجي على مزرعتهم من الخلف علشان ما تشوفوا فيروز، لأنه فيروز كانت حاضرة لما طلع علي مع غسان في السيارة. دخل من الباب الخلفي على المزرعة وخلوا السيارة في طرف المزرعة، وجه أخو عمران لعنده وشافوا الوضع، ويقومون يبصمون هذا الرجال الله يرحمه علي على عقد تنازل وعلى مستندات فارغة. الآن وينهم ياخذونه وشلونهم يتخلصون من الجثة؟ فيه بحيرة قريبة من المكان اللي هم فيه، قريبة من مزرعتهم مثل سد يعني. قالوا ما قلنا إلا نستنى لحتى يصير الليل وناخذه ونزته فيها البحيرة، ولا من شاف ولا من دري. وفعلا انتظروا إلى حد المساء، عتمت العين، ويركبون فيها السيارة عمران وغسان ويأخذون علي على هالسد هذا. ولما وصلوا خطرت على بالهم فكرة شيطانية أيضا حتى يبعدون الشبهات، وأنه ما هي جريمة قتل، ويقومون يشلحون علي الرجل الستيني ثيابه كاملة وخلوه في الثياب الداخلية، وقاموا زتوه في المي. قالوا لك إذا حدا عثر عليه يقولون أنه يعني الرجال كان يسبح وغرق، وخلوا ثيابه على طرف السد أو على طرف المي، وركبوا سيارتهم ورجعوا. البنت هذه فيروز استعوقت الرجال هذا علي، صارت الدنيا المغرب وصارت العشاء وما جه، وتقوم تجي على بيت أبو غسان، دقت الباب المزرعة، اطلعت لها ام غسان، يا ام غسان الرجال راح مع ابنش غسان ولحد الان ما رجع. قالت لها والله ابني غسان لحد الان ما رجع، فما ادري الغايب عذره معاه. وترجع هذه فيروز على المزرعه
وحست انه فيه يعني قلبها اعلمها انه في شيء او امر ما هو طبيعي. وتظل هذيش الليلة منتظرة علي انه يرجع، ما رجع، وقاعد على الكنباية ساعة تغفى ساعة تقعد، هسا يندق الباب وشوي يندق الباب، الا ان علي ما رجع. ولما اصبح الصباح رجعت ايضا على بيت ابو غسان ويطلع لها غسان: وين علي عمك علي يا غسان؟ قالها: والله ما أدري، أنا صراحة رجعته لهين على باب البيت ودخل على المزرعة، وأنا جيت نمت، جينا بوقت متأخر. قالت له: مستحيل، الرجال ما دخل وأنا كل الليل وأنا صاحية. قالها: والله ما أدري، ما أعرف شنو اللي صار، يعني أنا هذا اللي صار معي. رحنا وما اتفق هو والرجال على البيع، إلا أن رجعنا أنا وياه وهذا اللي صار. البنت عرفت أنه من خلال كلام غسان ولهجة غسان والرجال عليه نوع من الارتباك، قالت لك يعني في أمر مو طبيعي، وتقوم تتصل على رجال الأمن وتبلغهم باختفاء علي. قالت لهم: طلع هو وابن جارنا وكذا والرجال ما رجع. حضر رجال الأمن، أخذوا البلاغ على محمل الجد، وجو استجوبوا فاطمة وجابوا غسان وجابوا عمران وجابوا أبو غسان وأم غسان. وشنو اللي صار في هذاك اليوم يا غسان؟ وين رحت انت وعلي؟ وكانت فيروز من خلال استجواب رجال الامن الها وعن بلاغها قالت لهم: انا اشك في هذا غسان، لانه في الفترة الاخيرة انا لاحظت عنده حركات ما هي طبيعية، يفتل حول المزرعة ويعني يحاول يضغط على علي علشان البيع وما بيع. قالت: انا اشك في هذا الرجال، واتهمه صراحة انه هو وراء اختفاء علي. ورجال الأمن لما جابوا غسان وبدأوا يحققون معاه، لاحظوا عليه علامات الارتباك، والرجال كل شوي يسولف شكل، مرة يقول خليته في الفندق مع الرجال، مرة يقول وصلته على البيت، مرة يقول. المهم بعد الضغط والتحقيق ويعترف غسان بجريمته اللي ارتكبها، وأنه زته الرجال في السد القريب منه. راح رجال الأمن على المكان وجابوا غواصين، وكان هذا غسان لما رمى جثة علي في المي جاب بلوكة أو حجر كبير ربطها في حبل وربطها بأقدام علي وزتوه في المي علشان جثته ما تفوش على وجه المي. المهم نزلوا الغواصين فيها المي في المكان اللي دلاهم عليه غسان أنه فيها المكان رمينا الجثة، وفعلاً يعثرون على جثة علي مربوطة بحبل وبحجر كبير وفي أسفل المياه. طلعوا الجثة ورفعوها إلى الطب الشرعي، وجاء تقرير الطب الشرعي أنه سبب الوفاة هو الخنق بالسلك هذا اللي كان لافوا عليه على رقبة علي، وكان عليه أثار الكدمات البكوس اللي ضربها لعلي على وجهه وعلى رأسه. وبعد تسجيل أقوال غسان واعترافاته هو وأخوه، تم إحالتهم إلى المحاكمة، وبعد عدة جلسات ومرافعات، وفي نهاية عام 2010 تم الحكم على غسان بالإعدام شنقا، وتم الحكم على أخوه عمران بالأعمال الشاقة المؤبدة. وكانت هذه نهاية القصة الأولى، قصة علي الوحيد. أما بالنسبة للقصة الثانية، قصة ثانية الله سلمكم حصلت كذلك في إحدى القرى في ريف حمص وسط سوريا، وحصلت أحداث القصة تقريبا في عام 2010 لامرأة في منتصف السبعينيات ينقلها شمسة. شمسة مواليد 1937 للميلاد، امرأة تعيش في منزل لوحدها ما معها حدا وهي عزباء وغير متزوجة. شمسة هذه امرأة تحب فعل الخير وتساعد الجيران وتساعد الناس الفقراء في هالقرية اللي تعيش فيها، وين في شخص محتاج، في شخص يعني بحاجة إلى مساعدة، دائما شمسة حاضرة لمساعدة هالأشخاص المحتاجين. امرأة خلوقة وبسيطة وامرأة كبيرة في السن يعني، وسبحان الله الله ما كتب لها أنها تتزوج. كانت عايشة هي وإخوان اثنين معاها، الإخوان
بعد ما كبروا تزوجوا وكل من قعد في منزل لحاله، وظلت شمسة في منزل العائلة أو منزل الأب القديم. هو ما هو قديم جدا، يعني أنه يعني سووا له عدة مرات، يسووا له صيانة، منزل معتبر، وظلت عايشة فيها المنزل. وإخوانها هذول هاجروا هم وأبنائهم على الدول الأوروبية وعلى أمريكا، وظلت شمسة لحالها عايشة فيها المنزل، وعندها بعض الطيور، الدجاج والحبش والبط، تربيهم في حوش الحديقة المحيطة فيها المنزل، وتستفيد من الطيور هذه البيض واللحوم. وكانت مبسوطة جدا شمسة بإطعام الدجاج، وتقعد تحط كرسي صبح بكير مع شقة الضوء أو مع طلوع الشمس، أو عادة الختيارية الكبار تلاقيهم يقعدون قبل ما تطلع الشمس أو مع أذان الفجر. فشمسة هذه كان عندها عادة، أول ما تقعد الصبح بكير تروح على فرن الخبز، تجيب خبز كل يوم قبل لا تسوي أي شيء في المنزل، وقبل لا تفطر، وقبل تغسل وتلبس وتطلع على الفرن قبل ما تطلع الشمس. والفرن هذا يبدأ العمل وتجهيز الخبز، والخبز مع أذان الفجر علشان يعني بداية الدوام الرسمي، أو على الساعة 7، 8 ولا 9 يجي المعتمدين الخبز، يأخذون الخبز من الفرن هذا ويوزعونه على المراكز. فكانت شمسة من أول الحاضرين تروح تجيب لها ربطة ولا ربطين خبز، قسم اللي تاكله. طبعا هي شخص براسها يعني ما راح تاكل الربطين الا ان كانت تفت الخبز هذا وطعميه للدجاج والطيور اللي عندها. هذا عندها اهم شيء في حياتها الصبح، والباقي بعدين تسوي لها كاسة شاي وتسوي لها فطور المهم عايشة حياتها على هالمنوال. وكان اقاربها المغتربين خارج سوريا يبعثوا لها كل فترة والثانية حوالات مالية الأجل أنها تعيش من هالحوالات، لأنه هي لا هي موظفة ولا هي متقاعدة ولا عندها أرض ولا عندها راتب. فكانوا كل فترة والثانية يساعدونها في مبالغ مالية. وشمس كانت تساعد الناس اللي حكينا عنهم من هالمبالغ، يعني تأخذ حاجتها وباقي المبالغ تساعد الناس المحتاجة فيها. ويعني كانت مصمدت لها من زمان شوية فلوس، مسوي فيهن كم اسوار الذهب وخاتمين ثلاث تلبسهن في بعض المناسبات، لما يكون في حفلة ولا أي مناسبة يعني وتحضر فيها شمسة كانت تلبس بعض المرات أساور الذهب هذه. وكانت شمسة لما ودها تساعد أي شخص كانت يعني أكثر شيء تركز على الأيتام والناس المرضى اللي ما يقدرون يشترون الأدوية، يعني من مو أي حدا تساعده، يعني كانت تعرف وين تحط الفلوس اللي تساعد فيها. ومن ضمن الأشخاص اللي كانت تساعدهم كان فيه شاب يتيم، هذا الشاب اسمه رامز. رامز هذا يتيم الأب وعايش هو ووالدته في منزل مجاور لمنزل الختيارة شمسة. وكانت شمسة دائما تحن على رامز وتساعده أكثر شيء، بسبت أنه جار، ومثل ما يقولون الجار قبل الدار. كانت دائما تتفقد أحوال رامز ووالدة رامز وتساعده وتبره ببعض المبالغ المالية، وكانت تعامله مثل يعني حفيد إلها ولا ابن. ورامز كذلك الأمر، يعني كان دائما يعرض خدماته على شمسة، وأي شيء تحتاجه مثلا إذا ودها تنقل كنباية من مكان إلى مكان، شيء ثقيل في المنزل ما تقدر تحمله، فكانت تنادي رامز هذا. ورامز شاب على قدر من الأخلاق، ورامز شاب غير متعلم، يعني مهم كفي تعليمه، واصل إلى المرحلة الابتدائية، خلص الابتدائي ويشتغل في الأعمال الحرة، وكانت مهنته نجار باطون.
يشتغل فيه أعمال النجارة وبناء المنازل وهالأمور هذه. ورامز كان شاب وحيد، الوالده ووالدته، والده متوفي وهو كان صغير السن في 10 سنوات، متوفي بحادث سير، وأمه هي اللي ربته. والشاب يعني مثله مثل غالبية شباب هالقرية يشتغل، وسمعته حسنة بين سكان هالقرية وما عنده أي مشاكل. إلا إن رامز لما كانت تطلع شمسة من المنزل على إحدى الحفلات أو على المناسبات، كان رامز هذا يلاحظ أنه شمسة تلبس أساور الذهب هذه في إيدها وخواتم وحلق، والشيطان بدأ يوسوس الرامز. وفي يوم من الأيام قال يعني رامز خليني أسرق أساور الذهب هذه، والختيارة هذه بتالي عمرها يعني إيش ودها بالذهب وإيش ودها بهالقصص هذه. وفعلا يقوم رامز يخطط أنه يسرق الذهب. خطط هو واحد من أصدقائه اسمه عصام، نادى عصام وقال له الختيارة هذه عندها ذهب، وأساور الذهب اللي كانت تلبسها شمسة ثخينة ووزنها ثقيل، يعني تجيب مبلغ مالي محترم. خطط رامز وعصام لأنهم يسطون في هذاك اليوم على منزل شمسة ويسرقون الذهب، ويا دار ما دخلت شر. عجوز هذه تنام من المغرب وما راح تحس عليهم. وفعلا يقوم هذاك اليوم ينزلون رامز وصديقه عصام، نزلوا من فوق سور المنزل بعد ما أمنوا على شمسة طفت الأضواء المنزل وما ظل فيه حركة. نزلوا من فوق السور ودخلوا على المنزل، وكانت شمسة في هذاك اليوم تاركة باب المنزل مردود رد، والقرية في أمان، يعني ما في سوابق في القرية أنه حصلت سرقات أو كذا، الناس عايشة بأمن وأمان وما في مشاكل أبدا. فشمسة ما يعني ما كانت تقفل الباب، يعني الشخص اللي يجي يقدر يفتح الباب بس يعني يمسك المسكة هذه ويفتح الباب مباشرة. ويدخل عصام ورامز على المنزل وبدأوا يصدرون بعض الحركات والأصوات، وتحس عليهم شمسة. لما حست عليهم افتحت باب غرفتها، سمعوا الباب انفتح ويقومون يهربون من المنزل. إلا أن شمسة ما شافت أنه في حدا، ما شافت أشخاص، سمعت حركة في المنزل، وكان الجو وقتها فيه أو يعني الطقس فيه شوية هواء وبعض الشبابيك مفتوحة، وكان الجو صيف والبرادي تتحرك وكذا، فقالت لك يمكن أنه نسمة الهواء قويانة شوي، وتحركت البرادي وأصدرت بعض الأصوات. وبعد ما شمسة تفقدت المنزل وشغلت الأضواء والإنارة ما شافت حدا ولا يعني حست بشيء غير طبيعي، طفت أضواء المنزل وراحت على غرفتها ونامت على الصبح. والصبح قعدت وراحت على الفرن، جابت الخبز وفتت جزء من الخبز للدجاج، وتابعت حياتها اليومية وما عندها أي مشكلة. إلا أن هذا الولد رامز، ورامز كان عمره في 27 سنة. رامز لما نزلوا إلى المنزل هو وصديقه وما قدروا يسرقون وحست عليهم شمسة وهربوا، الولد هذا يعني حط بباله أنه وده يسرق الذهب، شلون بأي طريقة وده يسرقه. في له صديق في إحدى القرى المجاورة لقريته يعرفه عن طريق العمل في نجارة الباطون، ويقوم يروح رامز وعصام على هالصديق هذا وبلغوا، قالوا انه يعني في وحدة عجوز كبيرة عندها ذهب وودنا نسرق الذهب هذا. نزلنا هذاك اليوم انا وعصام وما قدرنا نسرق، حست علينا العجوز، ودنا خطة لأجل انه نسرق الذهب هذا، والذهب هذا يغنينا انا وياكم الثلاث، اذا نبيع الاساور هذه نترك شغل الباطون وشغل النجارة وشغل الخشب والشغل تحت الشمس طول النهار ونغتني خيو، شو رأيك؟ قالهم على طول بس احنا ودنا نسوي دراسة للمنزل هذا يعني علشان ما حدا يحس علينا
ودنا نشوف العجوز هذه ايمت تنام وايمت تصحى وايمت تطلع. قال لهم رامز شغلة بسيطة، العجوز هذه تطلع الصبح بكير بعد أذان الفجر مباشرة، تطلع من المنزل على الفرن على أساس أنها تجيب خبز. خلال الفترة هذه نكون إحنا متواجدين وندخل على المنزل ونسرق المصاغ الذهبي وهي تكون خارج المنزل، ويا دار ما دخلت شر. قالوا له متأكد يا رامز؟ قال لهم أنا متأكد وأنا جارها، وصار لي يعني صار عمري 27 سنة وهي على هالعادة كل يوم تطلع على فرن الخبز وبعدين تجي الطعمي الدجاج. ويتفقون رامز وعصام ومروان على تقاسم عدد الأساور اللي هي كانت تلبسها 4-5 أساور، تقاسموا وهم قاعدين، والخواتم كل واحد ياخذ خاتم، والحلق يبيعونه ويتقاسمون حقه، وشنو يطلع لهم فيها المنزل كلها، كل الشغلات هذه يتقاسمونها. هذا قبل لا تتم عملية السرقة. واتفقوا هذاك اليوم انهم يجون يسهرون عند رامز، وفعلا يجي مروان وعصام يسهرون عند رامز ويظلون يسهرون لحد ما اذن الفجر. قالهم رامز الان بعد حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة تطلع شمسة على الفرن، وجهزوا نفسكم علشان اثنين منا يدخلون المنزل وواحد يظل خارج المنزل يراقب الوضع، خاف انها تجي علينا شمسة على فجأة. وفعلا طلع رامز يراقب الوضع 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، شمسة ما طلعت من المنزل. قالهم والله يمكنها انها طلعت بكير يعني وما لحقنا شفناها، قوموا خلينا ننزل على البيت قبل لا تجي. وقبل لا تبدأ حركة الناس في الشارع، وفعلا يقومون ينزلون مروان ورامز، تسلقوا على السور وصاروا داخل المنزل، وقالوا العصام خليك انت في الخارج تراقب الوضع، لا تروح تجي شمسة واحنا موجودين داخل المنزل، اذا جت بيناتهم كلمة سر او انه يصفر. دخلوا على المنزل وبدأوا يفتشون عن المصاغ الذهبي، دخلوا إلى غرفة النوم. يعني من المتعارف عليه أنه اللي عنده مصاغ ذهبي يحطه في الخزانة أو في أحد الصناديق في غرفة النوم عادة. لما دخلوا غرفة النوم مباشرة هم توجهوا إلى غرفة النوم، شمسة كانت في المطبخ، حست على الأصوات والأشخاص قاعدين يفتحون الخزانة وكذا، توجهت إلى غرفة النوم ونادت عليهم مين في الداخل، ويطلع لها رامز. رامز تفاجأ بشمسة، شمسة ماسكة بإيدها الوعاء اللي حاطة فيه طنجرة صغيرة فاتة فيها خبز وودها تطلع الطعمية للدجاج، ويتفاجأ فيها رامز وهي تفاجأت برامز. شنو قاعد تسوي في غرفة النوم يا رامز؟ رامز قال لك الآن يعني ما في حل إلا أني أقتلها، ويهجم عليها رامز. لما هجم عليها وتقوم تضربه بالطنجرة هذه اللي حاطة فيها الخبز، وزحلق رامز ووقع في الأرض، من الضربة جت على وجهه وقع وما عاد يطص قدامه، وتغير عليه شمسة وتمسكه من المناطق الحساسة وتبدأ تشد، وهذا رامز صار يصيح. اللي معاه هذا مروان ويهجم على شمسة، هجم عليها وضربها ضربة على راسها، وقعت شمسة في الأرض، وهذا قام رامز وبس يصيح ويتألم. قال له روح جيب سكين من المطبخ واذبحها هالختيارة الملعونة، ويروح مروان يجيب السكين لرامز، ورامز من شدة الألم ما عاد يقدر يتحكم بالسكين يمسكها، قال له اذبحها أنت. وهذه المرأة من الضربة اللي أكلتها على راسها فقدت التوازن واستلقت على الأرض، ويجيب مروان السكين ويذبحها من الوريد للوريد، ويقعدوا لهم حوالي 10 دقائق ربع ساعة لبينما خف الألم عند هذا رامز، ورجعوا يفتشون عن المصاغ وينكتون غرفة النوم كاملة ما لقوا شيء. دوروا في الغرفة الثانية ما لقوا شيء، دوروا في غرفة الجلوس ما لقوا أي شيء، دوروا في المطبخ ويلقون محفظة نسائية صغيرة
فيها مبلغ 400 ليرة سوري، وفيها جوز حلق ذهب. وبدأ الضوء يعني شوي شوي يطلع يشق، وتأخروا ويقومون يغادرون المكان ويطلعون على منزل رامز. وهذا عصام شاف عليهم آثار دماء، قالهم شنو سويته؟ وقالوا له ذبحنا العجوز. ويقوم يركب عصام ومروان دراجة نارية ويروحون على قرية مروان. وهذا رامز بس حاط ايديه بين اجريه ويتعصر من شدة الألم، وبدأ يبحث عن حبوب مسكنة للآلام، وغسل وغير ثيابه وقعد، إلا أن الألم ذبحه ذبح، شمسة ماسكته مسكة العنت والد والديه. ويبدأ يفكر يعني شنو بده يسوي، بما أنهم ما عثروا لا على ذهب ولا على شيء، وارتكبوا جريمة وقتلوا الشمسة، ويخطر على باله أنه يهرب على لبنان. ويقوم يجهز حقيبة صغيرة ويطلع بدون ما يخبر والدته. ولكن رامز قبل لا يطلع شاف أنه في عنده ورم في المنطقة الحساسة، وقال لك خليني أروح على طبيب، وبعد ما أروح على الطبيب وأشوف أطمن على الوضع أغادر إلى لبنان. وبدأت هالناس تتحرك فيها القرية شوي شوي، اللي رايح على عمله واللي رايح على دوامه واللي رايح على مزرعته. في أحد أقارب شمسة لاحظ أنه أضواء المنزل الخارجية مثل الكلوبات محطوطة على سور المنزل وعلى مدخل المنزل، الكلوبات هذه شغالة، وبالعادة ما تكون شغالة، هذه شمسة تقعد من الصبح وتطفي الإنارة ما تخليه شغالة. في البداية ما أخذ وأعطى، قال لك ممكن أنه شمسة يعني تكون ناسيتها ولا كذا. وبعد مرور حوالي ساعة ساعتين رجع شاف الأضوية هاي شغالة، فقال لك ممكن أنه شمسة هذه خاف صاير عليها شيء أو ماتت أو يعني مغمى عليها، خليني أشوف شنو الوضع. وفعلا يروح هذا الرجال يدق الباب، ما حدا يرد، ينادي على شمسة، شمسة ما ترد. الدجاج لما شاف هذا الرجال دخل، تجمع الدجاج كلياته أمام باب المنزل، والدجاج الظاهر أنه جوعان وما هو ماشي لليوم، وبس تجمع هالدجاج، وهذا الدجاج تصيح وهذا الديك يصيح والبطة هاي تصيح. قال لك الرجال شمسة لربما أنها يعني ميتة أو كذا، فبدأ يفتل حول المنزل ويشوف داخل المنزل من النوافذ. غرفة النوم ما فيها حدا، الصالة ما فيها حدا، ويجي على شباك المطبخ، ومن خلال شباك المطبخ يشوف الصدمة والكارثة، وإلا شمسة مددة بالأرض والدم معبي المكان. ويقوم مباشرة يتصل برجال الأمن ويخبر الجيران، وتفزع أهل القرية على بيت شمسة شنو اللي صاير. حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية والبحث الجنائي والطب الشرعي، وصوروا مكان الجريمة ومسرح الجريمة، ويلاقون شمسة مذبوحة من الوريد للوريد والدم معبي المكان. وبدأ رجال الأمن تحقيقاتهم، وتم رفع الجثة للمشرحة اللي تم تشريحها، ويشوفون شنو سبب الوفاة. طبعا المرأة مبينة أنها يعني مذبوحة، بس التشريح هذا لازم يتم. وبدأوا يتوسعون في التحقيق وشنو اللي صاير على شمسة ومين اللي قتلها وارتكب هالجريمة. وبدأوا يسألون الجيران والأقارب، قالوا أنه أكثر شخص أو أكثر حدا يتردد على شمسة هو هذا رامز. راحوا على منزل رامز، دقوا الباب على أم رامز، وأم رامز طبعا كانت نايمة. وطلعت، وين رامز؟ قالوا والله رامز ما أدري، كان سهران هو ورفقاته البارح بالليل موجودين في المنزل، والآن ما في حدا موجود. مين رفقاته أصدقائه؟ قالت والله فلان وفلان. وين هم هذول فلان؟ قالت واحد من القرية الفلانية واحد من أبناء القرية. ويروح رجال الأمن يلقي القبض على الشخص اللي في القرية اللي هو هذا عصام، ويروحون يلقون القبض على مروان اللي من القرية الثانية، ويبدأون التحقيق معاهم ويعترفون بجريمتهم. قالوا وين رامز راح؟ قالوا رامز قال أنه ودي يروح على لبنان، ودي يهرب على لبنان، ويعممون على اسم رامز مباشرة، وبالتواصل مع المعابر أو المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان، ويمسكون
رامز على أحد المعابر الحدودية ويجيبونه على محافظة حمص ويتم التحقيق معاه ويعترف بجريمته هو ومروان وعصام، وتم إحالتهم للتحقيق وبعد تمثيلهم للجريمة وتسجيل أقوالهم تم إحالتهم للمحاكمة، وبعد عدة جلسات تم الحكم على رامز ومروان بالإعدام والحكم على عصام بالسجن لمدة 15 سنة مع الأعمال الشاقة. وكانت هذه نهاية القصة الثانية. القصتين يعني يتحدثن عن عندما تزرع المعروف في غير أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم. أنتظر تعليقاتكم على مجريات وأحداث القصتين، وكذلك لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه.